السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث ابتدائي، معكم معلمة اللغة الإنجليزية حلا نعمت من مدرسة الأماني الأهلية. اليوم درسنا راح يكون عن Unit 5 Lesson 6 on page 78 Activity Book. Read and write، اقرأ واكتب. صوفة، قنفة، باث، حمام، كوكر، طباخ، تلفزيون، تلفاز، تواليت، مرافق، فريج، الثلاجة. سبق وخدنا هذه الكلمات بالدرس السابق، قلت لكم نزلوها واحفظوا إملاءها ومعانيها. أعطانا هذا هاوس المنزل، كيتشن مطبخ، ليفينج روم غرفة المعيشة، باث روم غرفة الحمام، وأعطانا فراغات. قال هاي الكلمات نخليها ب الغرف المناسبة. مثلا هون عندي كيتشن، ايش اكو بالكيتشن؟ كوكر، طباخ، الفريج، ثلاجة. ليفينج روم ايش عندي؟ عندي السوفا وعندي تلفزيون. باث روم ايش عندي؟ الباث والتواليت. اوكي زين، عندي هوني write the missing words، اكتب الكلمات المفقودة. هاي هو على شكل ايميل، اكتبوا علينا. هذا على شكل ايميل، تو معناته الى، نختار اسم، اسم الشخص اللي راح نرسل له الايميل تو مثلا علي. سبجكت هو الموضوع، ماي لسن هو الدرس. دير علي، عزيزي علي، اي يحكي معانا ويقول له اي لايك ماي سكول، انا احب مدرستي. My favorite lesson، درسي المفضل هو، أعطانا فراغ أنا اختاريته الإنجليش. I don't like music، أنا لا أحب الموسيقى. سألوا What's your favorite lesson، ما هو درسك المفضل؟ قال له Arabic. راح أقرأ لكم يا مرة اللغة. To Ali، Subject my lesson. Dear Ali، I like my school. My favorite lesson is English. I don't like music، أنا لا أحب الموسيقى. What's your favorite lesson، ما هو درسك المفضل؟ عربي. أريد تقروها أكثر من مرة حتى قراءتكم تتقوى، وهي هم نوع من نوع الconversation. أوكي okay؟